تريكات الليستريتور، عمل تقطيع للشكل. تعالوا نشوف، هنرسم المستطيل او اي شكل احنا عايزين، وهنحدده، ومن اوبجكت هنختار باس سبليت انتو جريد، بنحدد عدد الصفوف، عدد الاعمدة، ومن جتر بنغير في المسافة ما بين كل صف والتاني وكل عمود والتاني برضه، بس كده، ونضغط على اوكي. ممكن نعمل ستروك بالشكل ده.